استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم الفريق أول بحري نافيد أشرف رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية الذي يزور البلاد. وقد رحب جلالة الملك المعظم برئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية، وأكد جلالته اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات التعاون والصداقة التاريخية الوثيقة التي تربطها بجمهورية باكستان الإسلامية وما تشهده من تطور ونمو متواصل في كافة الميادين، مشيدا رعاه الله بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون المشترك في الجوانب الدفاعية والعسكرية، منوها حفظه الله بمثل هذه الزيارات التي تعكس الحرص المتبادل على تعزيز التنسيق الثنائي بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة. وأعرب جلالته عن تقديره للمواقف المشرفة التي تقفها دائما جمهورية باكستان الإسلامية وتعاونها الوثيق في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والإسهامات الطيبة للجالية الباكستانية في مسيرة النهضة التنموية في البلاد. كما تطرق اللقاء إلى المستجدات وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جهته أعرب رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية عن بالغ اعتزازه بالدور الكبير لجلالة الملك المعظم وجهوده في دعم وتنمية العلاقات البحرينية الباكستانية لا سيما في الجانب الدفاعي والعسكري.